بزاوية فيما أرى للصحفي الأستاذ عادل الباز بصحيفة اليوم التالي بعنوان الدعم المتاهة المستمرة. يستهل الباز زاويته بقوله وهو يشير إلى أنه لا حديث للاقتصاديين في حكومة حمدوك وخارجها سوى قضية رفع الدعم، وكل الوثائق التي كتبت تحاول أن تجد مخرجا من مأزق الدعم، لكنها للأسف عجزت عن أن تقدم بديلا واقعيا ناجزا على حد تعبير الكاتب. ويزيد الباز بقوله وزير المالية مصر على رفع الدعم، وفي كل لقاء يحدد مواقيت لرفع الدعم، وأخيرا حدد منتصف العام 2020، ثم عاد ليؤكد أنه لا رفع للدعم قبل عمل الترتيبات اللازمة. وما هي تلك الترتيبات اللازمة؟ ويمضي الكاتب إلى أن خطة الوزير تطرح عدة تساؤلات. ما هي النسبة التي سيرفع بها الدعم؟ هل سيرفع كليا بنسبة 100% أم سيكون متدرجا؟ وما هو مبلغ الدعم الذي سيدفع للمواطنين مباشرة؟ إذا كان وزير المالية سيرفع الدعم عن الخبز وعن البنزين مثلا، فكم سيدفع لتعويض المستحقين للدعم؟ كل تلك الأسئلة المطروحة لا يملك وزير المالية إجابات لها الآن، فمتى ستتوفر لديه تلك الإجابات؟ هل هناك فرق عمل أو جهاز يعمل في الدراسات أو فرق عمل أو جهاز يعمل في الدراسات والبحوث والإحصاءات لتوفير تلك الإجابات لتستخدمها الدولة متى ما أرادت اتخاذ قرار مثل رفع الدعم؟ ويختم الباز زاويته أن كل المؤسسات تشترط رفع الدعم عن السلع لبدء برامج التمويل، وأن الاقتصاد لم يعد يحتمل استمرار الدعم. ويختم بقوله لكن الشعب المطحون بالغلاء لن يقبل رفع الدعم الذي سيعمل مباشرة لسحقه في مطاحن التضخم. المطلوب استحداث أفكار أكثر إبداعا وتأسيس مؤسسات قادرة على التعامل مع قضية الدعم بجدية، وهي قضية أخطر من أن تترك للتكنوقراط أو لسياسات المؤسسات الدولية وحدها.